أهلا بكم في زوايا الحدث. سنناقش في حلقة الليلة مستجدات مشاورات السلام الجارية في دولة الكويت برعاية من الأمم المتحدة. هل وصل مسار التفاوض في الكويت إلى طريق مسدود؟ سؤال يفرض نفسه بعد إعلان الوفد الحكومي انسحابه من لقاء اليوم وتهديده بالانسحاب الكامل من المشاورات جراء ما اعتبرها محاولات الالتفاف على القرار الأممي وتجاوز المرجعيات المتفق عليها. رئيس وفد الحكومة عبد الملك المخلافي أوضح أن انسحاب الوفد الحكومي جاء رداً على تراجع وفد الميليشيا الإنقلابية عن الإقرار بالمرجعيات ورأسها على رأس هذه المرجعيات قرار مجلس الأمن 22/16. وهدد عضو الوفد الحكومي عبد العزيز جباري بالانسحاب الكامل من المشاورات إذا لم يلتزم وفد الحوثي وصالح بالمرجعيات المتفق عليها. المبعوث الأممي كعادته يصرح بأن المفاوضات ستتواصل وأن هناك مؤشرات للخروج بتوافق سياسي لحل الأزمة، لكن وفد الحكومة اشترط هذه المرة استئناف مشاركته بالتزام وفد الحوثيين والمخلوع بالمرجعيات والعودة لتنفيذ نقاط الثقة. موقف الوفد الحكومي الأخير وإمكانية إلزام المجتمع الدولي في إعادة توجيه مسار المشاورات وإجبار الميليشيا على الالتزام بالمرجعيات هو محور حديثنا في زوايا الحدث، لكن قبل البدء مشاهدينا نذهب لمشاهدة هذا التقرير ومن ثم نعود. جولة مشاورات الكويت الحالية بشأن اليمن لم تكن الأسوأ منذ قرر المجتمع الدولي الضغط أكثر لأجل عقدها، لكنها الأطول في معارك الدبلوماسية بشأن حل الأزمة اليمنية. بعد نحو شهر من اللقاءات المباشرة وغير المباشرة لم تتقدم المشاورات خطوة ولا تزال الهوة بين الوفدين كبيرة. تعثرت المشاورات أكثر من مرة وتجلت أخيرا بإعلان الوفد الحكومي انسحابه من اللقاء مهددا بالانسحاب الكلي من المشاورات. حريص على السلام الحكومة اليمنية. وأكد رئيس الوفد الحكومي عبد الملك المخلافي أن انسحاب الوفد جاء ردا على تراجع وفد الميليشيا عن الإقرار بالمرجعيات وعلى رأسها قرار مجلس الأمن 22/16. من جانبه هدد عضو الوفد الحكومي عبد العزيز جباري بالانسحاب الكامل من المشاورات إذا لم يلتزم وفد الحوثي وصالح بالمرجعيات المتفق عليها. إن الخيار اليوم على رأس اللقاء يعقد المبعوث الأممي آمالا كبيرة على الخوض في تفاصيل عملية الانتقال السياسي والقضايا الإنسانية والأمنية، لكن وفد الميليشيا لا يكترث لهذه الآمال ويصر على تحويلها إلى أوهام مصدرها المبعوث الأممي. يتخذ وفد الميليشيا أسلوب حرق الأعصاب في المشاورات وتحديدا في إنكار أي أمر يطرح سواء في التقارير أو النقاش، وهو أسلوب يعتبره البعض أن الحوثيين يستمدونه من حلفائهم في طهران. عزز ذلك تصريحات رئيس وفدهم التفاوضي محمد عبد السلام لصحيفة الجريدة الكويتية بقوله إنهم مقتنعون بأن الحرب لن تتوقف دون تفاهم مع السعودية، والأهم التوصل إلى شكل السلطة الانتقالية. يعتقد الحوثي وصالح أن التفاوض الوحيد المجدي هو التفاوض مع السعودية، ويؤمنان بقدرتهما على استبعاد وفد الشرعية من الساحة على المدى الطويل. فأمام تصلب مواقفهم عند النقاط الأولية للمشاورات ورفضهم الموافقة على جدول الأعمال أو الإطار العام الذي تقدم به ولد الشيخ ورفضهم حتى اللحظة الإقرار بالمرجعيات، فإن المبعوث الأممي وسفراء الدول الراعية للسلام في اليمن يتجهون لمواصلة الضغط على وفد الحكومة الشرعية الذي يعتبرونه الجانب الرخو القابل للضغط، لكن المبالغة في الضغط أكثر لصالح الميليشيا لا يستقيم مع عدالة القضية وأسس ومبادئ المشاورات، إذ يهدد بنسف الجهود الأممية والحل السياسي. إذن مشاهدينا لمناقشة مستجدات المشاورات اليمنية القائمة في دولة الكويت سيكون ضيوفي في حلقة الليلة. سينضم إلينا عضو الوفد الحكومي في المشاورات الدكتور محمد موسى العامري، وأيضا الصحفي المرافق للوفد الحكومي في الكويت السيد سام الغباري، وأيضا سينضم إلي من صنعاء المحلل السياسي السيد ماجد المذحجي. نبدأ معك سيد ماجد، مساء الخير. مساء النور والعافية. سيد ماجد، بداية نحو شهر من بدء المشاورات في الكويت ولا تزال الهوة كبيرة، بل بدأ أن التعثر عنوانها اليومي بالرغم من تصريحات ولد الشيخ المناقضة لما يجري على الطاولة. كيف تقرأ مسار هذه الجولة من المحادثات؟
بداية مرحبا بك وبالضيوف وبالمشاهدين. واضح انه اهلا بك الفريق الحكومي هناك والبحر الواطئ اذا صح التعبير حيث تمارس كافة الضغوط السياسية عليه، الفعاليات او اداء الوفد الحوثيين والصالح ويراهن على رغبة الاطراف الاقليمية بحل سياسي للأزمة وتقديمهم تنازلات بأي يكن، وهذا يترافق مع انكسار الوفد الحكومي او تجاوب اساسا مع اراده الاطراف الاقليميه المنهيه للصراع. واضح انه التفاهمات السياسيه بين السعوديه والحوثيين تلقي بظلها على قدره الوفد الحكومي على اداره مفاوضات جيده تكسر الشروط التي يمارسها الحوثيين كل يوم اخر. بتقديري هناك مسار متعثر يختنق كل يوم على الرغم من كل امال اليمنيين بانجاز فرص سياسيه عبر هذه المفاوضات. عدم وبالاخير هناك تجربه دائمه من تقول بان عدم انجاز شروط صحيه حقيقيه تبدا باجراءات بناء ثقه منها اطلاق المعتقلين تنتهي بنتائج سيئه وهذا تنتجه مفاوضات الكويت. نعم سيد مريد على السلام لكن الاداء نعم تفضل اكمل سيد الاداء بهذه الطريق ايوه الاداء بهذه الطريقه من قبل الوفد الحكومي سيء وعدم قدرتهم على انتاج قرار مستقل تجاه اي ضغط نعم يؤدي بهذه المفاوضات الى نتائج مختله على الرغم من كل تمنياتنا بعوده الجميع بالسلام. نعم ولكن يجري الحديث ايضا عن وصفه يجري طبخها ليتم شرعنتها على طاوله التفاوض في اخر المطاف وبعد ان تكون قد ملت كل الوفود التشاور هذا، برايك هل هناك ما يشير الى وجود هذه الوصفه والاعداد لها في الكويت؟ لا توجد وصفه جاهزه فورا، هي يعني استراتيجيه عمل سياسيه واضح انها ممتده، يعني واضح انه هذه المفاوضات انتجت ضمن شروط بالعوده باتفاق ذاتي كانت النتيجه. خشيتي فقط بان الوقائع على الارض هي ستسبق الجميع، اقصد هنا وقائع الانهيار الاقتصادي الذي تشهده اليمن الان بارتفاع الدولار واختفاء المواد الغذائيه والمشتقات النفطيه، هذا ستكون كارثه ليس فقط على الصين ولكن حتى على الشرق، يعني تتحدث عن ازمه اقتصاديه هائل، هذا سيقوض الاساس الاجتماعي اليمني كله وبالتالي لن يجد كل الاطراف حلا اساسا يدنوه حين تنتهي الاوضاع في اليمن. الحل السياسي يجب ان يكون مبني على رؤيه وطنيه، يجب ان يلبي مضامين قرار مجلس الامن، ولكن بهذه الطريقه للدار المفاوضات سينتج نتائج سيئه. نعم الى اي مدى سيستطيع وفد الميليشيا في يعني اقناع المجتمع الدولي برؤيتهم الذين يسعون لتحقيقها وهي تشكيل حكومه توافقيه، يعني بعيدا عن مسار التفاوض المبنيه على القرارات الدوليه، هل سيستطيع هذا الوفد يعني حرف مسار التفاوض وايضا الخروج عن مسار المقررات الدوليه؟ واضح أن الوفد الحوثيين يخاطب أساسا رغبة المجتمع الإقليمي والدولي بإنهاء المشكلة اليمنية بأي طريقة كانت، وبالتالي هذا سيجعله يستثمر هذه الإرادة الغير مرئية أو غير معلنة في ممارسة ضغوط على الحكومة اليمنية أو الطرف اليمني لإنجاز هذه التصويب بهذا الشروط على الرغم من مخاطر هذا الأمر، لأنه أساسا سيعني تثبيت كل الامتيازات السياسية التي جناها الحوثيين وصالح في صنعاء بما فيها موجة التعيينات التي يسارع إليها، لاعتقادهم أن أي مسار سياسي سيتم التوافق عليه سيقوم بتثبيت الأوضاع كما هي عليه. على الحكومة في الأخير أن تبني قرار سياسي مستقل تجاه الضغوط من هم حلفائها، واضح أن الأطراف الإقليمية تمارس ضغوط عليها للقبول بهذه التسوية وهذا خطر، يجب تحسين شروط التفاوض لن ينكسر أمامها. نعم سيد ماجد تكرم بالبقاء معنا، سينضم إلينا الآن الصحفي المرافق للوفد الحكومي في الكويت السيد سام الغباري. مساء الخير سيد سام. مساء النور. أهلا بك سيد سام، في البداية كيف يمكن البناء على موقف الوفد الحكومي اليوم في مسار المشاورات الحالية في دولة الكويت؟ أعتقد أن الوفد الحكومي كان قراره صائب جدا في هذا الأمر، حيث أن الانقلابيين ما يزالون يمارسون سلطة المراوغة داخل المشاورات، محاولة على استهراق جدار التحالف العربي، محاولة أيضا لشرعة انقلابهم، محاولة أيضا في التسويف وتحميل الوفد الحكومي، معارك خطيرة جدا بالنسبة لمشاورة السلام في اليمن. أعتقد أن الوفد الحكومي وصل إلى مرحلة من اليأس والقنوط تجاه هذه المشاورات، وكان يجب عليه أن يتخذ هذا الموقف بصورة أساسية ومهمة، لأننا نواجه الآن كتلة من المراوغة، كتلة من التدني حتى في المسؤولية واللامبالاة. نعم. وكان يجب على هذا الموقف أن يصدر مباشرا، غير أنه صدر اليوم، واليوم والآن نحن في السفارة اليمنية بانتظار
الوفد اليمني لعقد مؤتمر صحفي. نعم، ولكن يعني قرار الوفد الحكومي اليوم، هل هذا القرار سيحفز المبعوث الأممي لتغيير مسار المشاورات؟ بالنسبة أو إعادة التوجيه؟ بالنسبة للمبعوث الأممي هو يحرص على توافق بين الطرفين، يحاول أو يخشى أن لا يتم إغلاق أي كتلة من الوفدين، بينما يجب عليه أن يكون أكثر جدية في تنفيذ القرار 2016، لأن سبب تعليق المشاورات الآن من قبل الوفد الحكومي كان مهما جدا، باعتبار أن الحوثيين انقلبوا على قرار 2016 بعد أن تم الاتفاق في فيلا السويسرية على أن يأتوا إلى مشاورة الكويت لتنفيذ الاتفاق، لكن ما صدر عنهم أمس بصورة واضحة وأساسية قالها حمزة الحوثي وأكدها محمد عبد السلام أن الحوثيين غير ملتزمين إطلاقا بالمرجعيات، مما دعا الوفد الحكومي إلى تعليق المشاورة، لأنه لا يمكن أن يتم التباحث أو التشاور مع طرف انقلابي ما يزال يعتبر أن القرارات الأممية غير ملزمة له. لذا نعتقد أن مسألة المشاورة معهم أو الاستمرار فيها مجرد ضرب من الجنون. نعم، ما هي أبرز نقاط الخلاف التي على إثرها تم اليوم إعلان الوفد الحكومي بإيقاف مواصلة أو الاستمرار في المشاورات؟ شوف سيدي الكريم، اتفقنا من البداية في مشاورة ديل على أن المرجعية تختلف، وهي القرار الأممي 2016، أيضا مخرجية الحوار الوطني والمبادرة الخليجية، هم الثلاث الضوابط الخطوط العريضة التي سيتم البناء عليها والتحرك في إطارها بما يحقق السلام لليمنيين. وصل الحوثيين إلى الوفد إلى الكويت عبر وفدهم الخاص ووفد المؤتمر الشعبي العام الذين أدعوا لهذه المسألة، غير أنهم كانوا يضمرون الشر للسلام ويضمرون الشر أيضا من المشاورات، كانوا يعتقدون أن هناك نية أخرى ممكن أن تصل إليهم، كانوا يحاولون أن يخترقوا جدار التحالف العربي لمحاولة طرح أنهم مثل ما كانوا رجال حرب يمكن أن يكونوا رجال السلام، وذلك أيضا ما تحدث به محمد عبد السلام في صحيفة الجريدة اليوم الجريدة الكويتية، وقال أنه ليس هناك سلام في اليمن ما لم يكن للسعودية أمر مهم. طيب السعودية نفسها هي ما زالت تشعر أن وجود أنصار الله داخل اليمن سيحقق الأذية على اليمنيين وعلى الجيران الخليجيين، ولذا فعلى الحوثيين أن يعرفوا أن اللعبة انتهت وأن المشاورات إن لم تجري وفق الثوابت الأصلية وفق الثوابت الرسمية المعترف عليها دوليا، أعتقد أنه لن يكون هناك أي سلام، ونحمل الحوثيين هذه المسألة، نحملهم أمام الله وأمام الأخلاق وأمام الدين وأمام القيم وأمام الشعب اليمني هذه المسؤولية التاريخية برفضهم للمشاورات وبرفضه من المرجعيات الأساسية التي يعترف بها كل العالم. نعم، تكرم بالبقاء معنا سيد سامي. سنعود لضيفنا الآخر المحلل السياسي ماجد المذحجي. سيد ماجد، اليوم كما تعلمون أعلن الوفد الحكومي تعليق مشاركته في المحادثات القائمة في دولة الكويت، يعني هل هذا القرار يعد قرارا صائب في إعادة المشاورات إلى مسارها الصحيح وأيضا إلى المرجعيات المتفق عليها؟ يعني هذا القرار هو وسيلة ضغط لكن ليس استراتيجية عمل، يعني في الأخير يجب أن يكون هذا القرار مسنودا برؤية واضحة إلى ماذا يريد الوفد الحكومي وكيف يستطيع تحقيقه، بمعنى أنه لا ينتهي الأمر بتبويس اللحى وإقناعهم بالعودة ضمن فكرة المرابطة التقليدية التي دائما تفسد أي مسار حل سياسي. الحكومة مشكلة وفدها أنها غير واضحة كيف تريد تحقيق يعني شروطها أو كيف تدير أساسا مسار المفاوضات، وهي كما أشرت لك هي قرارها السياسي أساسا غير مستقل كليا وهو خاضع أساسا لإرادة الأطراف الإقليمية التي تريد إنهاء مسار التسوية بأي طريقة كانت. على أهمية تقدير ما يقول عزيزي سام، لكن واضح أن السعودية لهجتها منخفضة الوطأ تجاه الحوثيين، مؤخرا أشار إلى تصريح عادل دبير الذي أشار إلى الحوثيين كثيرا ويتفق مع مسار من المفاوضات غير المعلنة بين السعوديين والحوثيين، وهذا ما يعول عليها الحوثيين وحتى يقوموا بمداعبة السعودية عبر أكثر من تصريح إعلامي ناطقهم الإعلامي. هذه خطوة سياسية من الحكومة اللي هي وقف أو تجميد مشاركتهم، لكن يجب أن تقرن باستراتيجية أكثر وضوحا لتحقيق مكاسب سياسية في هذه المفاوضات. نعم، حسب ما قلت، يعني هل سينجح وفد الميليشيا في استدراج المملكة إلى حوار مباشر وأيضا تغيير مسار الأزمة؟
أولاً ليس الحديث عن حوار مباشر، الحوارات الغير معلنة بين الطرفين تحقق أغراضها على الأقل كما يبدو من الإعلانات الهادئة للسعودية مؤخراً والحوثيين غزلهم، ولذلك هم يراهنوا أساساً على استمرار مسار مفاوضات طويل الأمد مع إنجاز مفاوضات أخرى غير معلنة مع الأطراف الإقليمية، وهم حققوا اختراق مهم في إطار الصد الإقليمي الذي كان مفروض عليهم سابقا. هم الآن يلتقوا مع معظم الأطراف السياسية الإقليمية والدولية ويحاولوا تسويق مشروع الرهان على سوء أداء الطرف الحكومي يجعل حظوظ الحوثيين أعلى حتى لو كانوا هم الطرف الذي ينال منه القرار الدولي. بالتالي لا يجب أن تكتفي الحكومة بالتعويل على أن لديها قرار في الأخير. هو أيضا المتحدث أو الناطق باسم الميليشيا صرح لصحيفة الجريدة الكويتية أنهم مقتنعون بأن الحرب لن تتوقف دون تفاهم مع السعودية. هو يشير في هذا التصريح إلى طموح الحوثيين للتفاوض مع السعودية ومع الاستبعاد الكامل للحكومة الشرعية. جزء من استراتيجية عمل الحوثيين من بداية مسار المعركة الأزمة في اليمن والحرب هو الوصول إلى اتفاقات سياسية مباشرة مع السعودية وتقديم نفسهم كطرف سياسي إقليمي مقبول بغض النظر عن الذي قاموا به على المستوى الداخل اليمني. يعني هذه الصيغة التي يراهن عليها الحوثيين يراهن على نفاذ الصبر ويراهن على أنه أزمة اليمن تقود تثير توتر، أو بينما هناك ملفات إقليمية أكثر أهمية بالنسبة للأطراف كلها يريدون الانشغال بها كليا. وبالتالي هذا الغزل وهذا الرغبة الدولية التصوير من السعودية هي جزء من استراتيجية طويلة الأمد. قدرتهم على النجاح بها هي تستثمر ضعف الأطراف الحكومي في إدارة هذه المفاوضات وعدم قدرته على بناء أولا دعم محلي حقيقي، تنظيف سمعة الأداء السيء سواء الفساد أو غيره في الداخل وفشل وهذه الاحتقانات الموجودة في كل مكان. وبالتالي الوفد الحكومي يتعثر ليس فقط لسوء إدارته في إدارة المفاوضات لكن لسوء التجربة التي يقيمها في الداخل. نعم، أعود بالسؤال إلى ضيفي الآخر السيد سام الغباري. سيد سام، تحدثت قبل قليل عن أنكم بانتظار الوفد الحكومي للوصول لإجراء مؤتمر صحفي، ما الذي سيقوله الوفد في هذا المؤتمر للناس؟ يعني هل لديكم معلومات ما الذي سيطرحه الوفد؟ أولا اسمح لي أن أعقب على كلام الأستاذ ماجد المذحجي. تفضل. أن الوفد الحكومي لا يملك رؤية، الوفد الحكومي بالعكس قدم رؤيته واضحة إلى المبعوث الخاص للأمم المتحدة إسماعيل ولد الشيخ، وكانت رؤية مفسرة أيضا لكيفية إدارته للقرار وكيفية تنفيذه للقرار على الواقع ولماذا يتم تسليم السلاح له وما هي الطرق القانونية الملزمة في هذا الأمر. أعتقد أن الوفد الحكومي كان واضح جدا في هذه المسألة، وأعتقد أن معلومات السيد ماجد كانت غير محدثة. أيضا بخصوص تسمية الحوثيين بأنهم كان سياسي، الحوثي ليس كيان سياسي، الحوثي كيان إرهابي معترف به من قبل العالم على أساس أنه كيان إرهابي واضح وتم حظره في الكثير من الدول العربية والإسلامية. أيضا نحن نسعى إلى حظره من قبل الأمم المتحدة. الحوثيين هو كيان مسلح شأنهم شأن القاعدة وشأن داعش، لا يمكن على الإطلاق اعتبارهم كيان سياسي، لأنه كانت هناك فرصة لهم في مؤتمر الحوار الوطني لأن يثبتوا أنهم كيان سياسي واضح وأنهم قادرين على استيعاب العملية السياسية، غير أنهم استمروا في حروبهم على اليمنيين واستمروا في قتل اليمنيين والانطلاق من دمج حتى الوصول إلى العاصمة صنعاء في ظل هذه المصطلحات التي يطلقها ماجد المذحجي وقرانها. أعتقد أن هناك إجهاد حقيقي في حق وعي الشعب اليمني، هذا أمر. والأمر الآخر أن المؤتمر الصحفي الذي سيعقد الآن بعد قليل في مقر السفارة اليمنية في الكويت مقابل رفض الوزارة الخارجية الكويتية عقد مؤتمر صحفي مماثل للانقلابيين لأنهم ليس لهم أي سلطة قانونية أو تشريعية أو أساسية لإقامة مؤتمر صحفي دون الأخذ الإذن من قبل وزارة الخارجية الكويتية، بينما يعقد الوفد الحكومي داخل السفارة اليمنية مؤتمر صحفي. أعتقد أنه سيؤكد أو سيعلن للعالم أجمع ويفسر سبب تعليقه للمشاورات في الكويت والأسباب الممكنة وتحميل الحوثيين هذه مسؤولية التعنت، مسؤولية الخروج عن الثوابت ومسؤولية الخروج عن الأساسيات المعترف بها، لأنه لا يمكن على الإطلاق أن يعترف العالم كله بهذه المجموعة من العصابات الإرهابية، لأنه سوف يسن سنة سيئة في العالم كله إذا اعترف بالحوثيين، سيضطر الاعتراف بداعش، سيضطر الاعتراف بالخنجر الحمر في أي مكان آخر في الإرهابيين في السلسلة الإرهابية. نعم. هناك حكومة معترف بها وهي حكومة الرئيس عبد الرب منصور هادي والدكتور أحمد أبو زندق. لا أعتقد أن هناك أي عاقل داخل العالم، أي حكومة تحترم نفسها، يمكن على الإطلاق أن تستمر في دعم الحوثيين أو في دعم
أي مناطق إرهابية إلا من تحت الطاولة، أما فوق الطاولة وأمام العلن لا يمكن الاعتراف إلا بحكومة الرئيس عبد الرب منصور هادي، وهذا ما نعمله ونعمل إن شاء الله من الوفد الحكومي. طبعا الوفد الحكومي لن يكون ضعيفا ولن يكون متناقضا كما تحدث السيد ماجد. نعم سيد سام، يعني هل صدر موقف من المبعوث الأممي أو من سفراء الدول العشر حول يعني انسحاب الوفد الحكومي وأيضا حول المسجدات القائمة حاليا؟ أعتقد أن إسماعيل ولد الشيخ سوف يصدر إعلانه الصحفي، ليس هناك أي مؤتمر صحفي، لكن هناك إعلان صحفي أو بيان صحفي يومي يصدره مكتب المبعوث الأمين العام للأمم المتحدة، سيكون أعتقد أنه يعني إعلان تقليدي سوف يدعو الطرفين إلى البحث عن خيارات أخرى، إن البحث عن قرارات صعبة، إلى مثل ذلك الكلام المطاطي الذي ما زال إسماعيل ولد الشيخ يقدمه للطرفين. لكن على إسماعيل ولد الشيخ فعلا أن يكون جادا هذه المرة وأن يعلن للعالم أجمع من الذي تعنت ومن الذي قال أنه يرفض المرجعية الثلاث، نعم قال أنه يرفض المرجعية، هل هو الوفد الحكومي أم الوفد الانقلابي؟ أعتقد أن المسألة واضحة الآن أمام العالم وأمام اليمنيين وأمام حتى الناشطين المتحزلقين الذين يحاولون تبرير ما يقوم به الحوثيين. نعم. يجب أن نعلم بكل صراحة أن الحوثيين هم الذين يتعنتون في هذا الأمر، وأنهم لو أننا كحكومة وكشعب وكأفراد لن نسمح لهم بفرض سلطة الأمر الواقع على الإطلاق. نعم سيد سام، سؤال أخير، يعني بحكم قربك من يعني مقر عقد المفاوضات وأيضا اطلاعك على مجرياتها، يعني وفد الميليشيا مصر على أن تبدأ المشاورات في تشكيل حكومة توافق، هل هذا يعني الخيار الذي يطرحه الحوثيون يعني لاقى نوع من التجاوب من المجتمع الدولي من الدول العشر الراعية وأيضا من المبعوث الأممي، يعني في القادم هل يعقل أن هذا يعني طرح كهذا سيلقى تجاوب من قبل المجتمع الدولي ومن هذه الدول وأيضا من الأمم المتحدة؟ في النهاية الوفد الحكومي من خلال ما لمسنا أنه حريص على السلام، حريص أيضا على شراكة جميع الأطياف اليمنية إذا تخلت عن السلاح. نحن نريد استعادة الدولة فقط من يد الميليشيات، إذا استطاعت هذه الميليشيات أن تفكر بعقل سليم وأتت بتسليم السلاح سوف تكون مشاركة في الحكومة، تكون مشاركة في أي تشكيل آخر حتى على المستوى القيادي والمستوى القاعدي والعمودي والأفقي. هناك سلطة أمامنا، هناك مجتمع أمامنا، يجب أن نلتزم بمسؤولية حقيقية. هناك انهيار حقيقي الآن للاقتصاد اليمني، يجب أن نعرف أنه إذا لم يكن هناك رحمة بهذا الشعب فأعتقد أن ستكون مسؤوليتنا أمام الله مسؤولية جسيمة وعظيمة. نعم. أعتقد أيضا أن الحوثيين مسألة مشاركتهم في الحكومة في ظل هذا الضرب وفي ظل عدم تسليم السلاح وعدم تسليم مؤسسة الدولة وعدم تفكيك الميليشيا، وهذا أمر مهم جدا. نعم شكرا لك سيد سام. نعم. سوف يكون أمرا غير مقبول. نعم أشكرك السيد سام الغباري الصحفي المرافق للوفد الحكومي، كنت معنا من الكويت، شكرا جزيلا لك. نعود إلى ضيفنا السيد ماجد المذحجي. سيد ماجد، كيف يمكن أن تنجح خارطة طريق جديدة تعيد اليمن إلى بناء الدولة والانقلابيين شركاء فيها ولا يزالون يحتفظون بالسلاح؟ شوف سيدي الكريم، بغض النظر عن الدعاية السياسية التي قدمت الوفد الحكومي، واضح أنه أي مثل لإعادة بناء اليمن من دون تحقيق إعادة بناء مسار الدولة عبر نزع السلاح من يد كل الأطراف، من يد الميليشيا خصوصا ومن يد الحوثيين قبل كل الأطراف، سيكون كلاما فاضيا. واضح أنه فشل مسار المفاوضات هو قائم بسبب أنه ليس أن الحكومة لا تقدم رؤية بالمعنى المكتوب، ليس قدرة لديها قدرة على إدارة مسار تفاوض سياسي ناجح، لا تستطيع استثمار كل الدعم الإقليمي والدولي الذي كان متوفر لها على مدى عام في تحقيق تفوق سياسي لدى الطرف الآخر، بينما يسعى الطرف الآخر إلى انتزاع مكاسبه من المساحة القليلة ومن ملل الأطراف الإقليمية من استمرار هذه المعركة. أي خارطة سلام يجب أن تبدأ على قاعدتين: إعادة الحقوق للناس ووقف الجرائم التي تحدث باتجاه اليمنيين من قبل الحوثيين ومن قبل كل الأطراف، وأيضا نزع سلاح الحوثيين قبل أي شيء. أي اتفاق سياسي سيقوم بإنجاز تثبيت تسوية قائم على مبدأ الشراكة بين مع الحوثيين وغيرهم قبل البدء بمسار نزع السلاح، قبل الإطلاق المعتقلين، قبل إعادة إصلاح يعني هذه وقف هذه الجرائم، سيكون تثبيت لأوضاع
الكارثة التي تشهد اليمن، والحكومة اليمنية هي طرف أساسي قائم فيها بسبب سوء أدائها، بسبب إدارتها السيئة لمسار المفاوضات. تفضل. نعم، إذن الصحفي أو المحلل السياسي السيد ماجد المذحجي كنت معنا عبر الهاتف من صنعاء، شكرا جزيلا لك. إذن مشاهدينا نعتذر على عدم القدرة في التواصل مع عضو الوفد الحكومي في المشاورات الدكتور محمد موسى العامري، كما أوضح أيضا الصحفي سامي الغباري أنهم يعني في تحضير لإعداد مؤتمر أو مؤتمر صحفي حاليا في مقر السفارة اليمنية في الكويت. بهذا نكون مشاهدينا قد وصلنا إلى ختام حلقة الليلة من زوايا الحدث. في الختام لا يسعني إلا أن أشكر ضيوفي الصحفي المرافق للوفد الحكومي سام الغباري، وأيضا المحلل السياسي كان معي من صنعاء السيد ماجد المذحجي، كما أشكر جميع طاقم العمل، وأشكركم أنتم على كرم المتابعة. حتى الملتقى، في أمان الله.